مرة فصل كبير أكثر من مرة على أرض مرة عشان أقول الشيء في مصر بدي أعرف النهاردة النيابة قدمته لا يمكن طبعا ما حد إجراءات عادية إجراءات عادية لا يمكن زي ما سيادة السفير قال من سريعا كده إنه بعض هذه المرات تؤثر على شيء لأن ده نوع من العوارض في آخر كلماتي بدي حاجة شخصية لازم أذكر فضل إخواننا الكويتيين في قرية في قرية من قرى محافظة الغربية البيت الكويتي الحقيقة أكرمني شخصيا بأنه أقام مجمع إسلامي على أعلى مستوى في قريتي المتواضعة اللي في أعماق الدنيا مسجد مراكز تدريب وعيادة مستوصف وأدخل على أعلى مستوى كل اللي أنا عملته أنا تبرعت بكل الأعمال بتاعتي هم أقاموا هذا الصرح الرائع حتى الآن بقى دلوقتي حوالي 15 سنة حتى الآن